السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أعزائي الكرام، أعزائي الكريمات، في فيديو جديد على قناتكم تربويات مع الأستاذ محمد البخاري. اليوم إن شاء الله غادي ندير معكم امتحان موحد محلي على صعيد المؤسسة السنة السادسة من التعليم الابتدائي، وبالضبط وحدة التربية الإسلامية. إذن التربية الإسلامية هي من المواد الأساسية في التعليم الابتدائي، وهذا نموذج من امتحان فيها، امتحان محلي على صعيد المؤسسة اللي غادي يكون بالنسبة للمستوى السادس ابتدائي هذا عام ان شاء الله يا ربي. اذا غادي نبداو على بركه الله بقراءه وضعيه الانطلاق. شاهدت احد البرامج الدينيه في احدى الفضائيات التلفزيه، تحدث ضيف الحلقه عن مظاهر عظمه الله في الخلق وعن ضروره التامل في هذه المخلوقات لكي يعرف الانسان الله معرفه حقيقيه ويزداد ايمانه به، مستدلا في ذلك بايات من سوره الملك وبقصه سيدنا ابراهيم عليه السلام. اذا شاهدت في واحد البرامج الدينيه في إحدى الفضائية التلفزية واحد الضيف تحدث عن مظاهر عظمة الله في الخلق، بأن الله له عظمة كبيرة في الخلق، ومن الضروري التأمل في المخلوقات اللي خلقها الله سبحانه وتعالى باش نعرفوا العظمة دياله، وكذلك باش نعرفوا الحقيقة ديال معرفة الله ويزداد الإيمان ديالنا به. صافي، إذن هذا الضيف باش جاي يهضر في مظاهر عظمة الله سبحانه وتعالى استدل بمجموعة من الآيات من سورة الملك وبقصة كذلك بقصة سيدنا إبراهيم عليه السلام. إذا نجاوب على الأسئلة المقترحة هنا. إذا انطلاقا من نص الوضعية ومن خلال ما درسته في مكونات مادة التربية الإسلامية، أجب عما يلي. إذا الأسئلة هما هذو، انتبهوا معايا. السؤال الأول: أتمم كتابة الآيات الكريمة. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، تبارك الذي بيده الملك. إذا هو جزء من سورة الملك من بداية السورة إلى عذاب سعير، وهي الآية الخامسة من سورة الملك. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، تبارك الذي بيده الملك. إذن ما كناش هنا تبارك الله، إذن هو خطأ مطبعي فقط. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، وهو على كل شيء قدير. الآية واحد: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم، الموت والحياة، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور، وهو العزيز الغفور. الآية 2: الذي خلق سبع سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور، بصر هل ترى من فطور. آية 3: ثم ارجع البصر كرتين، كرتين ينقلب إليك البصر، إليك البصر خاسئا وهو حسير. آية 4: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين، للشياطين، واعتدنا لهم عذاب السعير. الآية 5: صدق الله العظيم. أعيد. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور، الذي خلق سبع سماوات طباقا،
ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. صدق الله العظيم. ندوزو السؤال الموالي، ما هي القاعدة التجويدية التي تطبق على الكلمتين الآتيتين من سورة الملك؟ إذن الكلمة عندي هنايا مغفرة وعندي أسر، شنو هي القاعدة التجويدية؟ إذن من خلال الآية، إذن مغفرة وأسر، القاعدة التجويدية هنايا هي ترقيق الراء، صافي؟ ترقيق الراء، يعني الراء كتكون مرققة، مغفرة، أسر، ترقيق الراء، لماذا؟ لأنها جاءت مسبوقة بكسر لازم، صافي؟ لأنها مسبوقة بكسر لازم، مغفي السي، لذلك عندنا ترقيق الراء. سؤال ثلاثة، سل بخط ما في المجموعة ألف وما يناسبها في المجموعة باء. عندي المجموعة ألف هنايا بعض الكلمات من الآيات، وهنا عندي الشرح ديالهم، صافي؟ عندي تفاوت، عندي ليبلوكم، عندي فطور، هنا عندي ليخبركم ليمنحكم، هنا خلل ونقص، هنا شقوق وصدوع. إذا تفاوت بطبيعة الحال هو خلل ونقص، صافي؟ أو لا ونقص. ليبلوكم ليخبركم، أو لا ليمنحكم. ثم فطور هي شقوق وصدور. السؤال الرابع في هذه الصفحة هذه، من خلال ما درسته كيف يهتدي الإنسان إلى معرفة الله؟ كيفاش كيهتدي الإنسان لمعرفة الله؟ إذا يهتدي الإنسان إلى معرفة الله عز وجل من خلال التأمل، بطبيعة الحال من خلال التأمل في خلقه ومخلوقاته، صافي؟ إذا التأمل في الخلق ديالو وكذلك في المخلوقات اللي خلقها الله سبحانه وتعالى هي اللي كتهدي الإنسان باش يعرف العظمة والجلال ديال الله سبحانه وتعالى. ندوزو السؤال الخامس، تابعوا معايا دائما، اختار الإجابة الصحيحة بوضع علامة في. واجه صلى الله عليه وسلم أذى المشركين ب. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام واجه المشركين وأذى المشركين، واش واجههم بالرفق بالشكوى ولا بالعنف ولا بالصبر؟ طبيعة الحال واجههم بجوج ديال السلوكات وهما الرفق، إذا كانت الدعوة برفق، وكذلك بصبر، ما كانتش بالشكوى وبالتعنت وبالعنف، صافي؟ إذا الرسول صلى الله عليه وسلم واجه أذى المشركين بالرفق والصبر. سؤال ستة، أذكر أفضل نساء الدنيا المبشرين بالجنة. إذا أفضل النساء المبشرين بالجنة نذكر خديجة بنت خويلد، ثم فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم، محمد صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام، آسيا زوج فرعون مبشرة بالجنة لصبرها، ثم مريم ابنة عمران، مريم ابنة عمران. إذا هذوما أفضل نساء الدنيا المبشرين بالجنة. سؤال سابع، الصيام ركن من أركان الإسلام الخمسة، عرف الصيام، شنو هو التعريف ديال الصيام؟ طبيعة الحال الصيام هو الإمساك عن شهوتي البطن والفرج من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية التقرب والتعبد إلى الله عز وجل. إلى الله عز وجل. إذن هذا هو التعريف ديال الصيام. الصيام هو الإمساك عن شهوتي البطن والفرج من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية التقرب والتعبد إلى الله عز وجل. ب. ضع علامة أمام شروط الصيام. شنو هما الشروط ديال الصيام اللي الواجب يكونوا كاينين باش يحدث الصيام؟ الأكل والشراب، لا. البلوغ، نعم.
الإسلام نعم، الصبر لا، لأن الصبر كيجي مع الصيام وليس هو شرط من شروط الصيام. العقل كذلك، إذن البلوغ، الإسلام والعقل. ثامنا، في البرنامج ذكر الضيف قصة إبراهيم وبحثه عن حقيقة وجود الله، كيف توصل إلى هذه الحقيقة؟ إذن الضيف في البرنامج التلفزيوني ذكر قصة إبراهيم وكيف بحث عن حقيقة وجود الله سبحانه وتعالى، إذن كيف توصل إلى هذه الحقيقة؟ إذن توصل لهذه الحقيقة من خلال التأمل في ملكوت أو كذلك في خلق السماوات والأرض. إذن نعم، توصل إلى حقيقة وجود الله عز وجل من خلال تأمل في ملكوت السماوات والأرض. السؤال التاسع، ما الحكمة المستنبطة من قصة سيدنا إبراهيم مع أبيه؟ إذا عندي مجموعة من الحكم، نذكر منها الحوار بأدب، إذا هذه حكمة، الحوار بأدب، يعني خصنا نتحاور مع واحد الإنسان اللي هو ضدنا في الأفكار بأدب، وكذلك الدعوة بلطف ورفق، الدعوة إلى الله بلطف ورفق. عاشرا، اذكروا ثلاثة من آداب الحوار. إذا ثلاثة ديال آداب الحوار، عندنا الإنصات للمتكلم، ثم ماذا أيضا؟ التحدث بصوت منخفض، ما تحدثوش بصوت قوي ومتعجرف، تقبل الرأي الآخر، عدم مثلا الانفعال. إذا هنا المطلوب غير ثلاثة، ولكن نديرو أنا درت هنايا أربعة، اختاروا اللي بغيتو. نزوزو سؤال 11، تعرض أحد أصدقائك لوعكة صحية منعته من المشاركة في رحلة مدرسية نظمتها المدرسة، فغضب للأمر وانتابته حالة من الغضب طيلة مدة الرحلة. إذا واحد من صحابك تعرض لوعكة صحية ما خلاتوش أنه يشارك في الرحلة المدرسية اللي نظمتها المؤسسة، إيوا، ومن بعد غضب وبقى في ديك الحالة طيلة مدة الرحلة. إذا السؤال الألف، إذا السؤال الألف، ما رأيك في موقف صديقك؟ شنو الرأي ديالك في الموقف ديال الصديق ديالك؟ لا أتفق معه، لا أتفق مع موقفي، موقف صديقي. لماذا؟ الذي، لأنه لا لم يؤمن، لم يؤمن بقضاء الله أو بالقضاء والقدر، بقضاء، انظر، بقضاء الله وقدره. لأنه يجب الإيمان بقضاء الله وقدره، لأنه حنا ما عارفينش واش غدا غادي نصبحوا ولا لا، واش غنصبحوا صحاحين ولا غنصبحوا مراضين. إذن يجب الإيمان بقضاء الله وقدره، صحيح. ب، كيف تحثه على الصبر مستدلا بآية قرآنية أو بحديث من الأحاديث النبوية التي درستها؟ إذا كيفاش نحثه على الصبر؟ إذا طبيعة الحال خصو يكون صبور. إذا أنصح صديقي، أنصح صديقي بضرورة الصبر، أو لا، بالصبر عند الابتلاءات، عند الابتلاء خصنا نصبروا، مصداقا لقوله تعالى فاصبر. إذن هي آية، بسم الله الرحمن الرحيم، فاصبر لحكم ربك، سورة القلم. وكذلك واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا، هجرا جميلا، صافي. إذا هنا عندي 0.25 في هذا السؤال، وغادي نكون كملت هذا الامتحان ديال اليوم اللي كان كيخص مادة ووحدة التربية الإسلامية المستوى السادس ابتدائي بالنسبة للتلاميذ والتلميذات المقبلون والمقبلات على الامتحان المحلي. الله يوفقكم والله ييسر الأمور، زيدوا دعموا القناة بالاشتراك وتفعيل زر الجرس باش يوصلكم جميع الفيديوهات اللي كنقدم. كنت معكم أنا الأستاذ محمد البخاري، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.